كيفاش باش ننجح؟ أو كيفاش باش ننجح؟ عسلامتكم، مرحبا بكم على البلاتفورم اللي سينا. دونك احنا توا ان شاء الله قريبا داخلين على عطلة الربيع، اغلبية التلامذة يعني تقريبا برسك التلامذة الكل كما تعرفوا في الباك يخدموا برشا، دونك يخدموا ويحضروا ويتعبوا، ولكن في الفترة هذه بالذات التلميذ معناها يدخل فيه شوية خوف، يبدأ خايف، يعني هل ترى أنا نخلط ولا ما نخلطش، هل ترى نوصل باش نعمل حاجة بيها ولا لا، ودائما عنده سؤال ننجح وإلا لا. دونك كما تعرفوا النجاح ما يجيش باراشوتي، ثماش نجاح يجي هكاك، النجاح دونك يلزمو عمل، يعني باش تخدم باش توصل تنجح. دونك والتلميذ دائما يسألك يقولك أنا في العطلة هذه اش يلزمني نعمل. بيان سور باش ننجحوا في العطلة هذه يلزم نعملوا برنامج للعمل نتاعنا. سؤال آخر يقولك زعما أنا مش زعما فاتني الوقت ومعاش نجم نخلط. رد بالك تحط السؤال هذا في ذهنك، هذا السؤال محبط برشا مهما كانت قيمة التحضيرات اللي حضرتها على العام كامل. دونك السؤال هذا راه يصيبك بالأحباط وما يخليكش تواصل، وحتى كان مش تحاول تعمل مجهود تلقى روحك معناها تحبس وما توصلش. زعما نخلط ما نخلطش، لا ما تقولش نخلط ولا ما نخلطش، ما تقولش ننجح ولا ما ننجحش، تقول ان شاء الله باش ننجح. النجاح او النجاح اللي يحط ما بين عينيه معناها هدف معين اللي هو النجاح راهو يوصل له، طبيعه يوصل له بالعمل والمثابره. يعني احنا باش نلقاو تلميذ مثلا ما خدمش برشا، عنده برشا شك. تلميذ خدم خدمه متوسطه كيف عنده شويه شك، وتلميذ خدم برشا وأعداده ممتازة وكل شيء، هذا شيء مشكلته أنه هو يهل ترى باش يعمل مونسيون بيان ولا مونسيون تري بيان. دونك هذوما كلهم أسئلة معناها التلميذ يسألهم على روح. لكن كما قلنا معناها في العطلة هذه أني أنا نشد روحي مليح، معناها كما نقولون نكبس الأحزام ونخدم بالباهي باش ننجح. يعني أنا باش ننجح ما عنديش حل آخر. كيفاش باش ننجح؟ انا توا كملت السومين بلوكي، كملتها نهار السبت. دونك نهار السبت العشيه نمشي نرتاح، نحوس، ندور، نتفرهد كيما يلزم. دونك ونبدل الجو كومبليتمون ونخرج من جو القرايه جمله. دونك نخرج من جو القرايه انا وصحابي، اون فوا خرجنا باش نتفرهدوا وخرجنا باش نحوسوا، دونك ما عادش ثم قرايه، لا تقول لي لا مات لا فيزيك، امشي حوس ومشي تفرهد. دونك تويك تفرهدنا حسيت روحي مازلت مانيش مرتاح، ما يسالش زيد خذ نهار لحد. اما ماذا بيك باش تبدا باش تراجع تعمل برنامج لروحك. نبدا خاصه في لي سيكسيون اللي انا نعرفهم ومباشرهم، يعني نبدا مثلا بالسيكسيون مات. في السيكسيون مات كيفاش نبرمج نهاري الصباح بكري. على فكره ما بين قوسين هنا التلميذ اللي متعود يسهر، التلميذ اللي مش متعود يسهر ما يسهرش برشا. ثم تلامذه متعودين يسهروا عادي ويقوم عادي وما عنده حتى مشكل، يبقى مواصل في نفس الريتم. دونك ما يسهرش برشا، دونك ما يجيش توا باش يسهر برشا ويتعب. التلميذ نتاع الكاتريام اني مات اش باش يعمل؟ باش الصباح بكري باش يقوم اول حاجه مينيموم 3 سوايع ونص 4 سوايع على الصباح، هذوما يعديهم مات. تحب ترتاح، تحب تشرب شربة، تحب تقف تعمل دورة، أما تكمل على خاطر أنتم تعرفوا في المات معناها البروبلام مينيموم ياخذ منك ساعتين، معناها باش تخدم دو بروبلام أو مينيموم. كملت التحضير المات نخرج نعمل دورة، نمشي نعمل قهوة، نمشي نقابل واحد من صحابي، نمشي لابد نعمل فاصل ما فيهش قراية باش مخي يرتاح وبدني يرتاح. نرجع كما نقولوا مع ماضي ساعتين ماضي ثلاثة نبدأ الفيزيك أنا كيف 3 سوايع مينيموم 3 سوايع ونص. بيان سور هذايا بالنسبة للتوقيت. وفي الليل عندك شي دوتر ماتيير. بالنسبة للسيونس اكسبيريمونتال الصباح راك باش تبدا بالSVT. SVT كيف 3 سوايع ونص 4 سوايع. العشية فيزيك ودونك وفي الليل مات. وحاول تلقى شي أوقات بيان سور باش تخدم دوتر ماتيير، أما بيان سور باش نركزوا أكثر على ماتيير برينسيبال. ولهنا أنا باش نزيد نأكد عليكم أني لازم ولا بد من العطلة هذه نخرج مراجع كل شيء من أول العام لآخر العام وتنقول لكم كيفاش. بالنسبة للسيونس اكسبيريمونتال الصباح عمل SVT، دونك من بعد عمل فيزيك، في الليل باش يعمل مات. وديما أكل وقت الفاصل ديما نخرج بيان سور نتفرهد فيه. وجماعة التكنيك والأنفو زاد كيف، دونك في الصباح جماعة التكنيك بيان سور باش يعملوا تكنيك، جماعة الأنفو باش يعملوا الأنفو يعني بروغراماسيون أنسي دو سويت، في العشية باش يعملوا فيزيك، وفي الليل كيف مات. مع انه نخلي اوقات بيان سور للي ماتير الاخرين. توا بالنسبه للجماعه مش نحكي توا للفيزيك،
هذا بالنسبة لكيفية التحضير. يعني أنا كي نجي نراجع باش نمشي نبدأ بالبريمي تريماستر بيان سور. باش نبدأ بالبريمي تريماستر اش عندي؟ عندي الـ RCA والـ RL والـ RLC أمورتي. ما ناخذش فيهم ثلاثة أيام هذوك. هذوك من نهار الأول نكون حضرتهم. الـ RCA والـ RL والـ RLC أمورتي في نهار. مثلا العشوية نتاع النهار الأول نكون حضرتهم. إكزرسيس اثنين نراجع الكور نتاعي ونتعدى. باش نتعدى للسينيتيك شيميك. السينيتيك شيميك بالنسبة لجماعة السيونس اكسبيريمونتال والمات، السينيتيك شيميك نخلي لها عشوية كاملة على خاطر هي مهمة، يزمني نزيد نفهمها بالباهي، دونك نخلي لها نهار كامل. كيف كيف النهار اللي بعده لستيريفيكاسيون ولي رياكسيون ليميتي، كيف كيف نعطيهم نهار كامل ونركز عليهم، وكيف كيف نحضرهم بالباهي بالباهي الكور قبل كل شيء، ومن بعد ديزابليكاسيون اكزرسيس اثنين ثلاثة جوست راني قاعد نراجع، مانيش قاعد نقرا، قاعد نراجع دكار. دونك ومن بعد تالي انا في مش باش نبقى معناها مركز، باش نركز في الفيزيك على ال سي والار ال سي فور سي بيان سور، وفي الار ال سي فور سي باش نركز زاده على ريزونانس دو شارج بالنسبه لجماعه السيونس اكسبيريمونتال، وباش نركز على لوند. دونك هذوما باش نعطيهم وقت كبير على خاطر يطلبوا وقت به. دونك وبالنسبه للشيمي بيان سور البارتي اسيد باز، انا ديما نقول انه البارتي اسيد باز صعيب ياسر تغيب في الباك، وشوفوا لي باك الكل ما تلقاش عامين ورا بعضهم ما ثمش اسيد باز، تلقاش مثلا سيسيون دو برينسيبال وسيسيون دو كونترول ما في ما بيناتهم ما ثمش اسيد باز. علاه؟ خاطر الاسيد باز كما تعرفوا بيان سور معناها واخذ تريميستا كامله، تريميستا ثانيه كامله، وحنا نقريو في الاسيد باز. دونك هذا بالنسبه لجماعه السيونس اكسبيريمونتال والمات، جوست جماعه الانفورماتيك وجماعه التكنيك يركزوا بيان سور على لي فيلتر، لي فيلتر بارتي باهيه نركزوا عليها بالباهي بالباهي. دونك ولهنا علاش نضحي انا في التضحيات هذه الكل، وعلاش معناها تربط فيها في الدار تو اللي تقول عليهم تقريبا يجي 8 سوايع في النهار. اي نعم اي نعم، تعمل 8 سوايع في النهار، تعمل 8 سوايع في النهار باش انت كي تخرج اخر العطله تقول انا اش مازال لي. انت مازال لك مثلا ثلاثه دروس كانتارث اللي هما البيل والسبكتر والنيوكليير اللي هما ساهلين على الاخر على الاخر. يعني انت معناها كي تراجع في العطله هذه معناها كانك معناها سيء، كانك باش تعدي الباك. البيلا ما فيها شيء، السبكتر ما فيه حتى شيء، والنيوكليير كيف كيف، سو سون دي كور تري 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 فاسيل. باش تلاحظوا اللي هما فاسيل على الاخر، واللي انتم معناها سيء، انت توا تخلصت ماك القديم هذاك الكل وليت متمكن منه في العطله هذه. ثم زميل بروف اش قال لهم التلامذه، وكلمه من حلوه برشا عجبتني، قال لهم عطلة الربيع هي الباك، عطلة الربيع هي الباك. يعني تحب تاخذ الباك استغل الكوم يلفو عطلة الربيع. لهنا كي ترجع انت من العطلة وانت مراجع كل شيء، دونك الاخر مش باش يقف قدامك معناها لي كور اللي مازالوا باش تحسهم ساهلين، وتنجم تبدا المراجعة نتاعك على بكري. هاي الحاجة الباهية. تو الزملاء ما تلاحظوا بعد العطلة الزملاء باش يكملوا لكم البروجرام يمكن في ثلاثة جمعات أربع جمعات كان طارت. اش معناها؟ معناها انت نهاية أفريل باش تكون ديسبونيبل. دونك رد بالك تمشي تظن انه بعد افريل هذيك راحه وانك انت باش تمشي تتحوس وتتفرهد، لا لا، كيف كيف باش تقعد تروشك في الامور وتخدمك اللي تروا شابيتر اللي مازالوا لك، وبيان سور وانت متمكن كوم يلفو. باهي، شنو اللي مازالك انت؟ مازالت لك بيان سور الريفيزيون تاع الباك، الريفيزيون تاع الباك صدقوني انا عندي معناها دي جروب يبداو في الريفيزيون تاع الباك، معناها يبداو متفرهدين ويضحكوا وشيخين وعاملين جو على خاطر كي نخدموا دي باك الكيستيون اللي تسلم عليها يجاوبوا عليها. اي علاش هذوك مجاوبوا؟ على خاطر في العطله ضحاو. انت ما تحبش تضحي، ما تحبش معناها ما تحبش تسهر، ما تحبش تتعب، ما تحبش تقرا. اي من بعد تالي باش تلقى روحك خايض، راهو في الريفيزيون الكبير بتلقى روحك خايض. يعني التلميذ ساعات تلقى عنده بالاربع يتودات. مره تلميذ قال لي مسيو اقسم بالله نروح للدار راسي كي الطنجره، الا نفهم شيء. قال لي نعمل اربع يتودات ما نفهم حتى شيء، نروح كان باش نرقد. اي شنو خدم هذا الريفيزيون تو نحكيو عليها من بعد؟ هي الخدمه نتاعك ما خدم حتى شيء. دونك باش يوصل منهك، باش يوصل ما ينجم يعمل حتى شيء. دونك نردوا بالنا، الذكي اللي يرد باله على بكري. واحنا بالطبيعه بالمناسبه هذه لازم معناها منصه لسينا باش تقف معاكم. منصه لسينا محضره اوفر سبيسيال لعطله الربيع. في الاوفر هذا باش تلقاو لي ماتير الكل ببريم، انا الواحد ما كانش يتخيله، بريم ما ينجمش يتخيله. دونك اوفر معناها
مهم برشا للي ماتير الكل، للي يحب يستغل العطلة هذه كما يلزم. وبطبيعة نوصيكم برشا 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 باش تستغلوا العطلة هذه بالباهي بالباهي، وان شاء الله معناها الناس الكل تعمل حاجة باهية. راهو نجاحكم نجاح لتونس، راهو كي تنجحوا انتم تنجح تونس، راهو احنا كيف نخدموا وقلبنا عليكم راهو نحبكم انتم تنجحوا، على خاطر بقدر ما يكون ثم نجاح في تونس بقدر ما يكون ثم مستقبل باهي. ان شاء الله ربي يوفقكم، وانا متاكد انكم باش تاخذوا من النصايح هذه، وان شاء الله ربي معاكم، ولسانينا ديما باش تكون معاكم وديما معاونتكم. واسالونا رانا نجاوبكم في كل وقت، ابعثونا لي ميساج رانا نجاوبكم، ومعنا حتى مزيه عليكم، وان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوفقكم.